بجد التحيه لكل جمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي رضا السليم. الحقيقه الاضافه الكبيره والقويه جدا اللي كل جمهور النادي الاهلي منتظر منه الكثير، ربنا كرمه النهارده الحقيقه باداء وهدف مميز جدا. مبروك يا رضا، اداء مميز جدا وفوز كبير الحقيقه في المباراه الاولى. المباراه شفتها ازاي؟ التحضير شفته ازاي؟ لعيبه النادي الاهلي ازاي قدرت تخلي رضا ينسجم سريعا مع فريق النادي الاهلي؟ الحمد لله. كنبغي نشكر اللعابه اللي كانوا رجاله في الملعب. المباراه ما كانت سهله، عارفين كنواجهوا واحد الخصم اللي صعيب. الحمد لله حققنا واحد ثلاثه نقاط اللي غادي تخلينا اننا نزيدوا نستمروا في باقي المقابلات. كنبغي نشكر جمهور الاهلاوي اللي جا ساندنا بكثافه، فريق الاهلي مزيد من التالق ان شاء الله ومزيد من المباراه ان شاء الله. يمكن اكيد الخبرات الكبيره مع لاعبي النادي الاهلي قدرت ان هي تدخل رضا سريعا وينسجم سريعا. مين من اللاعبين اللي يمكن لبصمه كبيره جدا مع رضا خلال الفتره اللي فاتت؟ بصراحة اللعيبة كاملين أنني كيساعدوني داخل الملعب وخارج الملعب، كنبغي نشكرهم من هذا المنبر، كنبغي نشكر اللاعبين كاملين حيت لاعبين رجالة وشكرا لهم. أخيرا دوري صعب، عندنا موسم مليء بالبطولات، تيشيرت النادي الأهلي قيمته كبيرة جدا، والهدف كده شايف إزاي هذا الموسم الصعب والمليء بالبطولات؟ بصراحة اللعابة كيشوفوا أن هذا الموسم غادي يكون صعب، حيت أي فريق كيواجه النادي الأهلي كيبغي يقدم داك الشيء كامل اللي عنده. إن شاء الله حنا حاسين بالمسؤولية اللي علينا، غادي نديو الألقاب وغادي نفرحوا الجماهير الأهلاوية. كل الشكر والتقدير لرضا سليم، واحد من نجوم النادي الأهلي.